Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى وإن شاء الله إنه أدونك إلى شعبك ليس وما نادب لو ذاكنه لعضي ما أنت لعضي مركو رأي وعن همبليين يا دتك إلى حياتك لها اللي إحنا قبولك كسو بنام بحي الدرون كودة درين كودة سيدة نبت قريدة إقي رئيسان أموشي همبلي همبلي عليها هاي وحقوق ديني حكا حشونينا وحن كراو تحصيدين يا تتككو قريو دي رساسي أن لو باي أبد دين إلا أن حرساسي سبحانه وتعالى انت داو عنا وحلاه إلى واحد يكبر إياه إن زيد أقصى أو بوكسيتان إلى هذا لما شرع جودها واحد مرة سلوق قياسية صدح رجيسة يصدح جوال الله لحداس داو عسو تربع داو بحشرة تقدم داوعة ولي عسو تارك جود ولا يعني هالقصة مركا وبغل يوحي لجرا وحنو شيء ومدة رئيس ومالا مصبحي أفرت حسن رضي بركاس إنو ليقا قمعان لقا لو دوني وحب برامي عارة مركو بحي ولا تيقنا قلب بحي ايو هرت طبعا انه ما انه دي قاعده هذه لا قبره ما انت انت انا يرته ير يرته هي وحا جرتي مدارات من كي كهريي اي وداي دغاي ان ارغو تغي وسيري زو حلف لي وسيركي هره اي معدنت حتى كان فدي وحن كوين ما كو وحك سديدي وا كوميشن اسكو هيستي ور مدارات كه بريت دعايا وارسو بدباده كشقه وحي إن شاء الله تعالى ونعي الدونة صدحنا ويكون لما الدونة ما كان صنع شركة كعب هذا عين كاطحي أنا يتلين شرته شامع ويقبطي وحي شرتي مرأي شفت سميستين رير كاليلهو رير فارح نور وحن قراعي مبارك تاني واه حكايا مدحوينه حكايه جوجتاه ويو خغورغا جوجنا غوريغيسا يو غوريا اي حفيس وي كلا جيدان هلكي بانو تك وحين مدحوينه ارينتا بان دويا ان كشقيه ري فارحنا وحيا كشقين هداد بلغا حكون له تگين وحان يري ما حنو تگوي وي كبريا مي وي كبريا وحان يري جهد ما سميستين ها وي إذا ما ديني مكهور تجين ها ما يسكون إكران ها هذا يسكون إكران محل كم فلسا بورني وهي بورني برضو وان حير الدنيا برضو وان ديله هذا وتعالى إيه ما الدنيا برضو سودة ده كان حلي ساس يوجب أرتقف يلا ما عاملنا أرتقف يلا ما عاملنا ليه وين مدحويني وأخ هالكاس وتاجين ما أنت واحد علي أنا و وأنا أقول لك أن السوشيال ميديا كلها أن كارلون إلى هل كي إلى مسيرة داخلية أو أي مي أي نتيجة أسيني بتجي أمرا جو حفيز كي أها حرمتها وضني أي بوليس كل سكوت أحجري بوليس لو حوي بوليس أنا أمرك هايسن سي ان شوت ارغو توغو قرق سي غار لو سو بلمي رصاص ان لوك ابي كين يا خير شد يكدم بيسي ان حركا حفيسكا لوو دغنا وخه هيد ان ديغان كا ددكا او بداني ان حركا لوو لايو لما شل او بداتو
deegaanka dadka u badan. Xeelada ku jirtay loo diiday inaa dhulkii laga mudaharo jiro Muuse habeenkii dhowaatay joogay khayriyada u diiday waxay ahayd halkaa ku xira, halkaa ku ooda deegaanka gacan libaax, xabadna kala daala. Horta hadday caynkaa noqotay waxaa laga tashanayaa qofku xaq uu leeyahay waxa la yiraahdo self defense inuu isdaafaco naftiisa ugu yimaado waa sharci inuu isdaafaco. Mudaharaadku wuu soconayaa insha allah, heegna wuu ahaanaysaan haddii la xiro. Waxaa kaloo ka tashanna insha allahu tacaala sabti laga bilaabo waxaan laga tashanayaa sidii Muuse ergadii waa diiday mudaharaadka xabadu sidii magaalada apartheidka South Africa si waato cadaanku la dhacayeen dadkii mudaharaadii madoobaa dhalinyartii ahaa ayuu tabti u sameeyay. Tala guud oo anagu horseedino labada macaanid oo shacabweyn reer Soomaaliland bulshada ee kala jaadka salaadiinta, aqoon yahaniinta, culimadiinta, magaalan saayay business community-ga aanu tala weyn ka gaadhino si aanay u khasaarin 2-3 sano oo aynu ahayn gaajo oo adduunku ina xiray oo u adkaysanay si aynu muraadkeena u gaadhno iyo 10 in halgamina qoraysanay 4-taas sano si aan u khasaarin oo Muuse aanu maanta ina baabin reer reer buu inoo kala saaray reer reer xabad iskula dhicin si aan taas uga hortagno ayaan insha Allah taala taladii geli doonaa sabta laga bilaabo. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliyeed hadda waxaan daawataan ahaataan dad la kala qaybiyey mustaqbalkeena caruurteeda iyo caruurteeda meel kumay mari doonaa. In dhowr qof aynu maanta masiirkeena iyo mustaqbalkeena aan ku daawanoon hab dowladnimo iyo qaab mutakarnimo iyo qaab mas-uulnimo aanu u dhaqmayn una dhalan inaynu bees iskugu sheekayno oo nidhaha dowlad baa jirta, madaxweynaa jira, oo in ku dul mucaaluulo oo niyaddu inaga barto oo laynoo sameeyey maanta baki baa laga dhigay 20 jiro baki oo dadkii habeen hore habeenkii ka horeysa la xirxiray baki baa la geeyey waa 20 jiro ee noqotay. Waxaa la isku duubnaada yaan reer reeradii kala saarin family way Soomaali way family faham lama kala qaad qaadi karo faham li bayn hay isku dhaqana abtiye in abtiye xidi isu ah iyo tol tacab keenayaan khasaarin dadka qeyr masuuliyiinta ee shacabka xabada la dhacaya ee kala saariya askarti qaar deegaan u la faqaya. Waxaan leeyahay Maxamed Kaahin khasaaraha adaa wasiirkii difaaca daaqliga ah sidii askarta Hitler oranaysay sidii madaxweynaha ayaa afray xilkaadu ku saaran yahay walaa gula xisaabtan if iyo akhra walaa gula xisaabtan booliska adigu ka hoos yimaada waxaanay dadku ha toorso ha kaco hal cod oo midaysan sidii dalkeena u badbaadin lahayn sharafteena u badbaadin lahayn caarkeena u badbaadin lahayn waa inaan ka wada tashanaa hadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.